ورجعنا لحضراتكم مشاهدينا الكرام، وبنستقبل دلوقتي الأستاذة سحر السنموني، مدرب فن الحياة وتطوير الذات، وحديثنا عن كيفية تحبيب الطفل في الدراسة. برحب بحضرتك معانا أستاذة سحر، اهلا وسعداء اهلا جدا بيكي بحضرتك وكل معانا، الساده وكل المشاهدين. اهلا سنة وحضرتك بيكم طيبة بمناسبة العام الدراسي، وإن شاء الله يا رب يبقى عام دراسي موفق على الجميع إن شاء يا الله. رب، اللهم امين يا رب على اولادنا كلهم. إن شاء الله. طيب، عارفة حضرتك السهل الممتنع أو السؤال الصعب السهل، إزاي نحبب الأطفال في الدراسة؟ ده موضوعنا النهاردة مع حضرتك يا أستاذة سحر، وفعلا موضوع صعب جدا يعني بالنسبه للام، انها تفكر ازاي تعمل كده طريقه او تعمل خطه او تعمل اسلوب تحبب فيه ولادها بالدراسه. شكل السؤال سهل يعني عادي، كلنا ممكن بسهوله نحب الدراسه، لكن الموضوع طبعا أعتقد محتاج تخطيط ومحتاج شكل معين كده، لانه في طفل غير التاني غير التالت، كل طفل مختلف عن التاني، في فروق فرديه اكيد. هو الأول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الأول احنا لازم نفهم يعني ايه دراسة، يعني ايه تعليم، واحنا بنتعلم ليه. فلازم نبقى احنا أساسا فاهمين احنا وبنعلم ولادنا ليه. أنا بعلم ابني علشان يجيب درجات ويبقى مهندس، ولا أنا بعلم ابني علشان المفروض ان التعليم اللي هو بيتعلمه ده يساعده على اجتياز مصاعب الحياة. احنا بنغلط، واول غلطة بنغلطها ان احنا بنهتم قوي 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 ان التعليم يكون انه يذاكر، التعليم انه يحفظ، مش التعليم انه يفهم. الفهم اهم من الحفظ، والتعليم هو عبارة عن ترتيب المعلومات اللي انت بتحصلها. وممكن المعلومات دي على فكرة تبقى معلومات عامة، ترتيب المعلومات دي هو اللي بيخليك في الاخر تقدر تتعايش مع الحياه. الحياه فيها مصاعب ما خدتهاش في الكتاب، فلو انت ما عندكش علم وتعلم وليس تعليم مش هتقدر تواجه صعب الحياه. فدي تبقى الفكره الرئيسيه، ان احنا نفهم ما نحفظ. دي الفكره هي يا الرئيسيه. استاذه ان احنا نفهم ما نحفظش. الحقيقه نقدر نقول كده بشكل واضح انه الدوله في الفتره الحاليه بتتبع نظام تعليمي جديد، يمكن متبع على رياض الاطفال واولى ابتدائي واولى ثانوي. الفكره فيه اللي حضرتك بتتكلمي عنه، ان احنا مش بالظبط عايزين حفظ وتلقين، ولكن عايزين فهم بالظبط وعايزين ابداع. بالظبط. خليني اقول لحضرتك انه طبعا احنا بنشوف اولياء امور وبنشوف اسر وكده، فبتلاقي انه في ناس مقتنعه وحابه الموضوع، وفي ناس بتتصور انه ده شكل خاطئ تماما، وانه ازاي ما يبقاش الطفل بيحفظ، وازاي ما يلقنش، وازاي نسيبه كده مع نفسه وهو مش هيعرف يجمع المعلومه، مش هيعرف يبحث، مش هيعرف يبدع، مش هيعرف يبتكر. بعض الناس شايفه ان هو سنه صغير مثلا، او ان هو مش هيقدر يعتمد على نفسه في التعليم. حضرتك شايفه يعني طبعا احنا مش بنتكلم على تقييم نظام التعليم اكتر من ان احنا نشوف مقاومه التغيير طبعا في اي حاجه دايما بتبقى موجوده. هو طبيعي طبيعي جدا ان احنا اي حاجه جديده بتحصل لنا في حياتنا، حتى لو كانت جار جديد سكن، حتى لو كان انتقلت من منزل لمنزل، حتى لو كان غيرت عربيتك، اي تغيير بيحصل في حياتك انت بترفضه. ده اولا، الا لو كان انت من وجهه نظرك ان ده تغيير للافضل. فاحنا مش عايزين في التعليم نتعامل مع وجهه نظرنا، احنا عايزين نتعامل مع المفيد. نتعامل ازاي مع المفيد؟ الدوله قررت تعلمنا تعليم يفيد ولادنا في الحياه، مش بس مجرد انه يخش يحفظ جدول الضرب ولا يحفظ العمليات الحسابيه. عايزه اقول لكم حاجه، كل الكلام ده هو ما بيستخدموش بعد كده. يعني كل مفاجأة طبعا. الطريقه التعليميه اللي كنا بنتعلم بيها كلنا زمان حضرتك ما بتستخدمهاش في حياتك العمليه. فبالتالي عايزين بس نفهم ان اي حاجه تساعد ولادنا انهم يفهموا، او انه يعمل ريسيرش يروح يدور لوحده، او ان هو يطلع معلومه، او ان هو يبتكر في المعلومه دي، ده هيفيده اكتر من انه يمسك الكتاب يحفظه من جلده للجلده وهو مجرد عباره عن، سامحوني في اللي هقوله، بغبغان بدون اي ادراك. وده مش مطلوب ولا مطلوب في اي حته، ومش موجود في اي حته في العالم. فاحنا بنحاول، ويعني انا بوجه شكر لوزير التربيه والتعليم ان هو فكر ان هو يعمل هذا النظام علشان نواكب اللي بيحصل بره. اللي بيحصل بره من زمان قوي هم وصلوا لكده، لان كل حاجه بقى لها ان الطفل يبتكر، ان الطفل يروح يعمل ريسيرش ويدور لوحده. ما فيش حاجه اسمها بره يلقن، على فكره في حاجه اسمها يفهم، مفيش حاجة اسمها دروس خصوصية يحفظ مفيش فيها حاجة اسمها الأسئلة دروس المتوقعة ويروح يروح، لا يجاوبها في يروح وقت المكتبة الامتحان. يعمل ريسيرش، في حاجة اسمها يعمل ورك شوب، بيتعلم يا دكتورة يا أستاذة سحر، حتى بيتعلم. طريقة الشرح في الفصول ما بتبقاش زي طريقة الشرح في الفصول عندنا. طريقة الشرح في الفصول بيطرح كيس ستادي، يقول لهم على حاجة
يبداوا يعمل لهم حاجه اسمها العصف الذهني. فالعصف الذهني يخليه يفكر لو عندك المشكله دي تتحل ازاي، فيبدا الطفل يفكر. فلما بيبدا يفكر بيوسع مداركه صحيح. اساسا، فبالتالي سمع وجرب وشاف محفظ. وهي دي يعني اقصى نجاح لاي عمليه تعليميه، ان الطفل فعلا بالظبط، يبدع ويفهم لوحده ويحاول يوصل معلومه لوحده. اكيد المعلومه دي هتبقى هترسخ في التركيز ذهنه. فيها عاليه جدا طبعا وراسخه وبعدين اكتر زمان بكتير. احنا كنا بنعمل حاجه حلوه قوي لاطفالنا، كنا بنعمل الكشافه، رحلات الكشافه. طبعا رحلات مرشدات. الكشافه دي يا جماعه من فضلكم ما تمنعوش ولادكم عنها. ليه؟ لان اسمها رحلات استكشافيه علميه. هو لما بينزل الغابه بيتعلم حاجات كتير قوي ما يعرفهاش، ومش هيتعلمها في الكتاب، هيتعلمها بممارستها. حقيقي. وده الجزء الثاني، احنا قلنا هنقول ان الطفل يعلم بحاجتين، بالنمذجه والممارسه. فلما يجرب بنفسه يبقى هيمارس الحاجه. النمذجه بقى انتي وباباه واخواته وعمه، اعملي له نموذج، نموذج يقتدي بيه، نموذج يعني ما تطلبهوش ان هو طول النهار قاعد على الكتاب وهو عمره ما شافك بتفتحي كتاب، عمره ما شافك بتقري، الله عليكي. لا نقف على الحته دي، مهمه جدا يا استاذه زهر، حقيقي عمره ما شافك بتقري حقيقي حقيقي جدا بقى، لان ولا مجلة ولا بتسمعي أخبار ولا اطفال جرايد، حقيقي جدا. يعني وانتي حضرتك قلتي بتطلبيه النمذجه النمذجة والممارسه. والممارسة. هما النمذجه دول يعني ايه واللي الطريقتين. حضرتك بتتكلمي عليه دلوقتي؟ الطريقتين اللي بيتعلم بيهم الطفل، اي طفل بيتعلم بالنمذجة، يعني اعمله نموذج، نموذج يحتذي بيه، يعني قدوة. طب انا بقول له مفيش اقعد جورنان في ذاكر، البيت، مفيش كتاب في البيت من ساعة ما اتخرجت الأم من الجامعة مثلا، أو اتخرجت من دراستها أيا كان لان نوعها، بقت القراءة عندنا شيء مش مهم. بقت قاعدة على التابلت وتلوم عليه إن هي قاعدة على التابلت، قاعدة على الموبايل وتلوم على الطفل إنه قاعد على الموبايل، قاعدة صح على التلفزيون وتلوم على الطفل إنه قاعد على بالظبط التلفزيون. كده. طيب يعني انت ارجعي لو حضرتك حاولي، حتى لو يمكن حضرتك مش حابة موضوع إنك تقري، بعض الناس مش هوايتها إنها تقرا تاني مش أو هوايتك القراءة، هتحب، لكن عشان خاطر ابنك أو بنتك لازم تعملي ده. ولكن لازم حضرتك تفهمي ان انت مهمتك التربية، انت مش مهمتك انك مراقب، انت قاعدة قمت كلت شربت عملت، انت مش مديرة، مش انت مراقبين بس. مش مديرة منزل، انت ام يعني بتربي، يعني بتفهمي طفلك علشان تعرفي توجهيه. احنا مش عايزين نغفل ان احنا ما ينفعش اقارن ابني بحد، انا لازم افهم ابني ايه الطريقة اللي بيستوعب بيها المذاكرة، لازم افهمه الاول. كنا لسه بنتكلم افهم على النقطة دي في المقدمة في يا استاذ طفل سحر. بيفهم باللعب، في صحيح. طفل بيفهم بالحواديت، في طفل بيفهم بالكتابة، في طفل بيفهم لما يكون بيسمع مزيكا ويقدر يستوعب ده، في طفل ما بيعرفش يستوعب بالطريقة العادية. لازم حضرتك تدوري، انت تتعبي تتعبي وتدوري انا ابني بيفهم ازاي وطريقة استيعابه ازاي. ولو لقيتي طريقتك مش ماشية معناه ان طريقتك غلط، مش طفلك غبي. بطلوا تتهموا اطفالكم بحاجات مش فيهم، نبطل نوصم اطفالنا بصفات انت صفات غبي، مش انت مش زي فيهم ابن خالتك، انت مش زي ابن بالظبط. عمتك، انت وقارنه، المقارنه، او اقارنه باخوه واقول له اخوك بيفهم عنك، اخوك احسن منك، اخوك بيجيب درجات. التعليم مش درجات، التعليم ادراك وفهم وتطبيق للي هو بيتعلمه على حياته العمليه. فمن فضلكم الدرجات لن تغني شيء. عارفه حضرتك كل ما تقولي له درجات كل ما هو مش هيذاكر ومش هيحفظ، عشان تبقي عارفه يعني. فانتي المفروض ما تقارنهوش بحد، هو له قدراته وغيره لهم قدراتهم. هو ممكن يبقى شاطر في حاجه وغيره شاطر في حاجه تانية، ما تقعديش ماسكه دماغه وتصدري له حاجات سلبيه، صدري له ايجابيات، اشكري فيه لما تلاقيه عمل حاجه حلوه ضخمها له، اديله انت هايل انت جميل انت يا سلام الحته دي انت بتفهمها، اديله. ما تقوليش انا كده هبقى بكذب عليه، لا مش هتبقي بتكذبي عليه، دي اسمها قوة تحفيزية، علشان تديله طاقة ايجابية يقدر يمارس حياته بعد كده. بالعكس ده انت هتديله ثقة في نفسه. ولما يجرب ما تقولولوش انت ما تجربش حاجة ما تعرفهاش انت ما تفهمش. بالعكس الاطفال في اول مرحلة عمرية بيحبوا يستكشفوا، والاستكشافات دي هي اللي بتوصلهم للنتائج. لما تلاقي ابنك مسك لعبة وبيخربها، ده ما بيخربهاش، ده بيحاول يستكشفها.
قولي له وانت بتفكها ركز بتفكها ازاي عشان هتركبها تاني، ما تقوليلوش ما تروحش تعمل كذا، ما تمنعهوش انه يستكشف بنفسه. ممكن ابنك اللي بيحاول يفك ده يبقى عالم، يبقى مهندس ميكانيكي، وانتي يبقى قتلتي الحتة وانتي دي. قتلتي فيه موهبته. اكتشفوا مواهب اولادكم في سن صغير، يعني لو لقيتي ابنك ماسك الوان بيشخبط ما تقوليش بيشخبط، قولي بيحب الفن فيبقى وجهيه ناحية الفن. لقيتي ابنك ساعة ما بتسمعيه مزيكا بيندمج يبقى بيحب الموسيقى، يبقى وجهيه ناحية المزيكا. لقيتي ابنك بيحب يرقص، على فكرة رقص الباليه ورقص الحاجات الإيقاعية والكلام ده مش عيب وما فيهوش حاجة تخدش الحياء ولا حاجة تؤثر على سمعته. وديه مكان يتعلم رقص الستابس، يتعلم رقص الباليه، يتعلم فنون شعبية لو هو انت لاقية عنده الموهبة دي، يتعلم جمباز إيقاعي. في شباب بيرقصوا جمباز إيقاعي وعلى صحيح، مستوى العالم وجمباز كله، ده فني كمان فيه برضو قدر يعني من الحركة لو هو عنده بالظبط. قدرة الحركة دي، وما مفيش مشكلة. تخليش خلاص احنا بدأنا السنة الدراسية احنا بقى بتوع السنة الدراسية، بس لا هيمل هيمل، ما فيش حاجة اسمها يفضل يذاكر 24 ساعة ليه يعني، وما بيحضرش الدكتوراه. يعني هو طفل وعنده طاقة انه يلعب. انتي بقى علميه ازاي يقسم الواجبات بتاعته لأجزاء صغننة وبينها في بريكات يرتاح. يعني دلوقتي احنا عندنا ايه النهارده؟ عندنا مطلوب مننا ايه؟ مطلوب مننا عربي وماس، ومطلوب مننا علوم، ومطلوب ممكن مننا كل كذا، حاجة. مطلوب مننا كل حاجه. طب ايه الارجنتلي بكره؟ انا لازم اعمل واجب العربي بكره عشان عندي يبقى اول حاجه نبدا بيها العربي. وبعد ما نخلص واجب العربي ياخد بريك، واديله حريه انه يختار البريك بتاعه، عايز يقعد على التاب ولا عايز يتفرج على التلفزيون ولا عايز يلعب جيمز، ولا اديله حرية انه يختار الوقت المرح بتاعه هيعمل فيه ايه؟ هيعمل فيه ايه، اديله مش الحرية. بيبقى باختيار حضرتك وقولي برضو له انك انت تفرضي عليه عارف يعمل حاجة بقى معينة. لو خلصنا كل الواجبات اللي علينا النهاردة انت عندك مكافأة، اعملي له ثواب وعقاب. لو كله ما عقاب وعقاب، خلصتش، التربية هي عقاب لو بس ما يعني. خلصتش هتتحرم من كذا، لكن لو عملت اختار مكافأتك. فيقومي طب تديله كمان حرية انه يبذل مجهود علشان يتكافئ. المكافأة دي مش ماما انا عايز تاب اروح جايب له تاب، لا لازم يبذل مجهود عشان ياخد التاب. ايه اللي هو عمل عشان ياخد تابلت؟ بالظبط، ايه اللي هو عمله، ايه المجهود اللي بذله عشان يوصل للتاب. صحيح. حفزوا ولادكم، خلوا ولادكم ما يبقوش مرفهين قوي، لان الحياة بره مش مرفهة. خالص. بعد ما بيخلص دراسته ويبدأ يشتغل بيتصدم بالواقع. فانت عودوا ولادكم من هم صغيرين ان اوامره مش مجابه، لازم يبذل مجهود علشان ياخد، لان هو في الحياه بره لازم هيبذل مجهود عشان ياخد. علموه ان هو يربط حلمه بالتعليم، ان التعليم ده حاجه هتوصلك لحلمك. ازرعي جواه حلم انه يبقى زي العالم زويل، انه يبقى زي مجدي يعقوب، انه يبقى زي عمر خيرت، انه يبقى زي محمد صلاح. انه ازرعي جواه قدوة بسيطة قريبة يقدر ينفذها، والقدوة دي مصرية زيه بتتكلم نفس اللغة عاشت نفس البيئة يقدر ينفذ الخطوات. ابدأي حفزيه انه يعمل ريسيرش وهو عايز يوصل للقدوة، هو يعمل ريسيرش ويشوف القدوة دي تعبت قد ايه. الموضوع يا جماعة مش اي حد من الاسماء اللي قلنا عليها، مش نام صحي الصبح عنده بقى ستار، بالعكس ده عنده خطوات نجاح. علمي ابنك يقسم، عارفة لما هتعلمي يقسم المذاكرة بعد كده هيتعلم يقسم الاهداف، بعد كده هيتعلم يحط حلم ويوصل له فهيقسمه خطوات. علميه انت من وهو صغير يعمل ده، انت مش بس مراقب صحيح. ذاكر ما ذاكرش، عنده درس عنده مش عارف ايه، وتيجي كمان ساعة الدراسة تحرميه من اللعب. الموهبة مش بس مقتصرة على انه يلعب كورة ولا انه يروح النادي بالظبط. تسيبيه في النادي طول النهار اهو بيلعب، لا طبعا استغلي وقته الفراغ ده علشان يتعلم حاجة مفيدة تفيده في صحيح الحياة بعد كده. صحيح. طيب هنقف مع حضرتك استاذ سحر على النقطة دي والجزئية دي بالذات، وهنروح لفاصل سريع. علمونا في مدرستنا ونرجع مرة تانية ونكمل كلامنا مع استاذ سحر السلموني. انتظرونا. تفضلي.
رجعنا حضراتكم مشاهدينا الكرام، وبنستقبل مره تانية الاستاذه سحر السلموني، مدرب فن الحياه وتطوير الذات، وحدثنا عن كيفيه تحبيب الاطفال في الدراسه. برحب بيكي استاذه سحر مره تانية، اهلا بيكي. وكنت حضرتك وقفتي على ان الام مش رقيب داخل البيت، ولكنها ام عليها دور كبير جدا في التربيه، ونقطه طبعا مهمه جدا جدا طبعا. جدا. وفعلا يا ريت كل امهاتنا تبقى متابعه معانا دلوقتي، يعني ازاي اتمنى لازم بجد انها اتمنى، تحاول خصوصا الجيل الصغير، تغير. يعني خلينا نقول حتى لو كانت ماشيه بشكل ده تغير بقى، خلاص احنا لا يعني بنعلمها اقصد حتى كمان الجيل اللي هو مقبل على الجواز، على الزواج. او ايوه، اللي اتجوزت لسه ولسه، مبكر يعني. يعني دول ممكن يسمعونا ويلحقوا كلامنا. اه والام اللي خلاص ما لحقتش، يا ريت بس ايه تسمع، تبدا انها تغير الطريقه، صحيح، تفكر بس يعني يمكن كلامنا صح. بالظبط. يعني ما تبصيش لكلامنا وتقولي لي صعب، حاولي تعملي منه على الاقل اللي تقدري تعمليه. اولهم انك لازم تكتشفي موهبه ابنك في سن صغيره، هو ابنك قاعد قدامك، لازم تديله الحاجات اللي فيها اكتشاف مواهب. الوان يلعب بيها، كيوبس، ما تقوليش هيوسخ الدنيا، ما يوسخ، ايه المشكله؟ تعلميه النقطة دي حلوة قوي يمسك استاذة حارة، بايده، النقطة دي جميلة. افردي له سجاده تقدري تغسليها، فين مكان حاجه من اللعب في البيت؟ الطفل اللي فعلا، بالظبط. انا عارفة حاجة، كان في بوست كده على مواقع التواصل الاجتماعي انه البيت المرتب جدا، المنظم جدا، كل حاجة في مكانها وفي اطفال، اكيد الطفل هنا فقد حاجة، طبعا فقد مساحة الاستكشاف، اللعب، مساحة الاستكشاف. نفهم من مساحة حضرتك لانها دي نقطة الاستكشاف. مهمة جدا. مش الطفل مهم، مش الصغير مهم الولد الصغير ممكن يرمي مكعبات على الارض، ممكن يرمي اللعب على الارض اعملي له مكان، في مكان معين. بالظبط، اعملي له مكان وسيبيه يعمل فيه اللي هو عايزه، اللي هو شايفه. ما ايه يعني وسخ هدومه؟ ايه المشكله؟ هي الهدوم نغسل. هتتغسل، يعني مش ما تعاقبهوش ان هو عايز يبقى حر. السن الصغير ده هو على فطرته، ففطرته اللي هتخليكي تكتشفي موهبته. هتلاقيه هو قاعد ساكت كده بيلعب بالكيوبس، ولازم يا جماعه نرجع زي زمان، زي ما حضرتك اتربيتي. ما تقوليش ما انا بديله الموبايل ما هو بيلعب، لا، الموبايل ما فيهوش تفاعل، لكن الكيوبس بيمسك حاجات في ايديه، بتنمي حواسه. ما تفقدهوش حواسه ويبقى عباره عن آلة، ما تحولهوش لآلة وبعد شويه يتحول لطفل متوحد. لما تديله الموبايل هو مش لاقي حد يكلمه، لكن الكيوبس بتخليه عايز يسأل، عايز يعمل تواصل، وهو ماسك القطعه في ايده هو بيدور وبيفكر وبيبتكر وبيدور بتركب ازاي، وبعدين يروح معيط انه مش عارف، فانت تجيله فيبدا يسالك فانت تساعديه، فبقى يبقى في بينك وبينه نوع من انواع الحديث، حتى لو كان الحديث ده باللعب. يا جماعه ما فيش حاجه في الدنيا اهم من اولادكم، ما تنشغليش عن ولادك لا بمكالمه تليفون ولا بعمل. انا عارفه ان ظروف الحياه صعبه والناس لازم تشتغل، لكن لازم تخصصي كل يوم وقت تلعبي فيه مع اولادك، تلعبي زي ما كنا زمان بنلعب الالعاب البسيطه اللي كلنا عارفينها، الالعاب المشتركه دي، الدرجه عندنا مش عايزه اقول اساميها، كلنا عارفينها. انتوا بطلتوا تلعبوا مع اولادكم واكتفيتوا بالموبايلات، اركنوا الموبايلات وادوا وقت لاولادكم، تعملوا معاهم تواصل مباشر. مش هتعرفي اي حاجه عن ابنك طول ما حضرتك ما بتعمليش معاه التواصل المباشر ده. فالحقي وهو لسه صغير، اكتشفي مواهبه، ابداي وجهي المواهب دي. مش كل الناس هتطلع علماء، ومش كل الناس هتطلع احسن ناس، يعني ما تخليش ابنك طفل عادي، انت ممكن تخلي ابنك مش عادي لمجرد انك تكتشفي بصمته في الدنيا، وهو مش مكلف يكتشفها، انت اللي مكلفه، انت اللي مكلفه تعرفي هو شاطر في ايه، فتبداي تزودي الحته اللي هو شاطر فيها. مفيش حاجه اسمها بلاش كلام فارغ، رسمي ايه وايه، لا مفيش حاجه اسمها كده، بلاش كلام فارغ، مزيكه ايه وانا هودي واجيب، تودي وتجيبي، ايه المشكله؟ متضايقه قوي انك بتودي وتجيبي، اشتركي له في عربيه توديه وتجيبه، وديه مع حد تامنيه، يعني مش لازم علشان يعني انت مش فاضيه تقتلي موهبته، ويبقى هو عباره عن اله بتدخلي معلومات، وانت متخيله انه بعد شويه المعلومات دي هتطلع لك من الناحيه الثانيه منتج، مش هتطلع لك منتج، هتطلع لك حاجه مشوهه، مش ما فيهاش انسانيه. على فكره يا جماعه الفن والحاجات الفنيه والمواهب بتعمل جوه الاطفال انسانيه ورحمه ورأفه،
بتحرك مشاعرهم الداخليه وبتخلي دي عندهم ده، وده بينعكس عليكي. دي اتكلمنا فيها كتير يا استاذ سحر، بالظبط فكره عوده حصص التربيه الفنيه والتربيه الرياضيه بالظبط. بشكل صحيح للمدارس قد ايه بجد. الفتره وعلمي اللي كانت ابنك الحصص دي موجوده كانت بتنمي لما السلوك لما جدا. ودي جزئيه مهمه قوي يا سوزان، ابنك لما يلاقي عنده زميله في الفصل اشطر منه، علميه حاجه مهمه جدا، ان يبقى عنده ثقه في نفسه ان زميلك ده اشطر وانت كمان شاطر في حاجه تانية. ما تخليش التنافس ده يعمل له حاله من حالات الاحباط، حتى لو كان زميله بيضايقه وبيقول له انا اشطر منك، ما يبقاش عنده الهزه النفسيه ان زميلي شاطر فانا احبط. قولي له لا انت كمان شاطر، يلا بينا نذاكر اكتر ونشوفه هو شاطر ازاي، ويلا بينا انا هساعدك انك توصل لمرحله انك تبقى اشطر منه، يلا بينا هو شاطر في ماده ايه، شاطر في ماده كذا، طب يلا بينا نشوف احنا هو بيتشطر ازاي. ما نخليهوش يحبط لكن نخليه نفسه تنافس كويس يبقى اشطر منه. عارفه لو وصلتي ابنك انه يبقى اشطر منه مره واحده هيوصل لثقته في نفسه، جدا صحيح. وهيبدا الكلام اللي بيجي له من بره ما اثرش فيه. وعايزين نقول بقى في الحته دي بالذات بالنسبه للتنافس مثلا في الدراسه في المدارس، اها بجد عايزين نبقى عندنا يعني قدر كده من السواء النفسي، ان احنا نقول لاولادنا خليكم كويسين، بس مش كل الولاد ال 20 طفل اللي قاعدين في الفصل ولا 30 طفل طبعا هيبقوا الاول على الفصل، طبعا في الاول وفي الثاني في العاشر وفي ال 12 في 15، لانها فروق فرديه. نتقبل بقى بعضنا وتبقى يعني دي مسؤولية المنافسة الأم يعني الدنيا فيها هادية، لأنه ممكن أحيانا تعمل مشاكل عند نفسية عند الأطفال. طبعا، لأن دي مسؤولية الأم. وأنا بوجه كلامي دلوقتي للأم اللي عندها طفل شاطر أو ذكي، ما بقولكيش احبطيه، ابنك أحسن واحد في الدنيا، بس ما ينفعش كمان إن من كتر إحساسه إن هو أحسن واحد في الدنيا إن هو يضايق زمايله. أنت لازم تقولي له بالعكس، لازم تقولي له عشان أنت شاطر روح ساعد زمايلك، مين الضعيف انت روح اقعد معاه واديله معلومات علشان يبقى هو كمان شاطر زيك، عشان تلاقي لك منافس. ما هو انت لو على طول لوحدك على طول لوحدك على طول لوحدك عمرك ما هتحس بالنجاح. انت النجاح معناه ان في تنافس، لو ما فيش التنافس ده فانت عايش في الصحراء، لازم يبقى في حد معاك. وبالعكس بقى، ده انت عشان ذكي وانت الالفا بتاع الفصل مفيش مانع ان انت تساعد اللي اقل منك. لازم توصلوا لاولادكم هذا الاحساس. مين اللي هيوصله له؟ انتي. مين اللي هيخليه اناني؟ انتي. ومحدش يقول لي لا انا ابني مش اناني، لا ابنك اناني عشان هو من كتر ما انتي بتقولي له شاطر، مين اشطر منك، مين عمل في الفصل كده احسن منك، انت احسن واحد فيهم، انتي بتحوليه لشخص اناني يروح يضايق زمايله. واكيد مش هيجي يقول لك انه بيضايق زمايله، بس بيبقى شخص مكروه علشان هو بيضايقهم. فانت اكيد ما تحبيش ان ابنك يبقى شخص مكروه، فخدي بالك يا ماما يا اللي عندك ابن ذكي او عندك ابن بيجيب درجات نهائيه، ان ممكن ابنك يكون مكروه علشان بيضايق زمايله مش علشان زمايله غيرانين طيب منه. حلو قوي الحته دي يا استاذ زحل. والعكس الطفل بقى اللي مستواه الدراسي ضعيف، هو قدراته العقليه والذهنيه والبيئه اللي حواليه مش مساعداه ان هو يبقى طفل درجاته عاليه، ما مش معنى تضايقهوش كده ان احنا دي نهايه العالم وان احنا ما نوصمه تضايقهوش بالعار يعني ان هو لا طفل طبعا. درجاته قليله، بجد ممكن دي ابنك بتحصل يبقى جدا. مش شاطر دراسيا لكن شاطر في اه مع التكنولوجيا العكس كمان. اه بالظبط، بالظبط، لكن شاطر في الكمبيوتر، شاطر يفك ويركب. مش لازم يا دوري جماعه على كل النقطه ولادنا المنوره يطلعوا عندك. خريجين جامعات، خلي بالكم مش لازم كل ولادنا يطلعوا خريجين جامعات. انا عندي نموذج كان خريج صنايع واصبح اشهر رسام في مصر كلها. فمش لازم علشان انا ابني لازم يبقى خريج جامعه زي فلان، ابنك مش زي حد، ابنك لا مميز ده مش جامعه كمان، له. دي كليه كذا زي ابن خالته، هو ما بيحبش بالظبط، الكليه دي خالص اصلا انت ومش ليه مش تفرضي عايز. عليه حاجه اه وتفضلي حطاه في الشكل اللي انت عايزاه مش اللي هو مش عايزه؟ اللي هو عايزه سيبيه يختار مستقبله ويحقق. انت ما عليكي دلوقتي الا كمان انك يا استاذ سحر، يعني مهم طبعا قوي ان احنا نتكلم مع طبعا اطفالنا صغيرين يقول لحضرتك ايه انت عايز ده تبقى صغير مش ايه، فاهم انت عايز تبقى ايه، دي مهمه وانت جدا. توري له بقى الايه ده، انت دي شغلتك. طريقه من خلال التعليم على بالظبط فكره، كده، الايه ده انت لو عايز تبقى دكتور يبقى انت شاطر في كذا وشاطر في كذا وشاطر في كذا، وانت بتراقبي ميوله في النص، طبعا. ميوله رياضيه
يبقى ممكن يخش كلية الهندسة أو يخش كلية التجارة أو يخش كلية فيها رياضة، هيعمل رياضة. طب ميوله بيحب الكيمياء والفيزياء، يبقى هيخش كلية فيها ده ويطلع طبيب أو يطلع كذا. أو انتي من وهو صغير مالوش في كل اتجاه ده وفنان دماغه بقى بيرسم، مش عيب بالظبط، ابدا، الفنون جميله، مش مش عيب، عيب، وفنون تطبيقيه مش مش عيب عيب يا جماعه انه يطلع ميوله مش رياضيه. ممكن ما تشوفي عندوش كل ميوله ده، وعنده مهارات تاريخيه، اللغه ميوله والكتابه تاريخيه، وكده، بيحب اعلام الحواديت والقصص التاريخيه خاص واديب في وماله بيتك وحضرتك مش يعني. عارفه. ايه مشكلتك ان انت ابنك يكون بيحب يكتب وشاطر في موضوعات التعبير فيطلع كاتب او يطلع شاعر؟ مش كلنا هنطلع دكاترة، ولا المجتمع زي ما محتاج الطبيب، زي ما محتاج الفنان، زي ما محتاج الكاتب، زي ما محتاج الشاعر، زي ما ما محتاج فيش مجتمع الرسام. والله من غير مفيش مجتمع خالي من كل دول. أدباء وعايزة وفنان، أقول لكم حاجة، زي ما محتاج الصنايعي، ده في منتهى الأهمية، عايزة أقول لكم ده لو إن حضراتكم دوروا على خارج فرصة عمل مصر، منافسة إن يعني. خارج مصر الصنايعي ده بيشتغل بالساعة، وأهم من الطبيب. الطبيب في منه كتير، الصنايعي في منه قليل. تكنيشن يعني في حتة معينة، ده بالظبط. في منتهى الأهمية. فيا جماعة ما تركزوش قوي على لا الجامعة ولا يبقى معاه بكالوريو احنا ما ولا بنقولش لا يعني، طبعا قدراته تخليه طالب في قدراته، كلية الطب، في كلية هي صيدلة، في كلية قدراته هندسة بالظبط، زي هي الفل، قدراته لكن كده هي احنا بنتكلم ما مش بعد بقى اللي ما عندوش آخر قدرات العالم، مش آخر العالم. ابدا. بالظبط يا استاذ صالح، يعني بالعكس، احنا ده هو ممكن يتميز وانت تلاقيه اشهر من اشهر حد انت صحيح متخيلاه. المهم تعرفوا قدرات ولادكم، دي اهم حاجه. يعني، دي ممكن ختام مهم جدا يا استاذ سحر لينا. وبجد يعني زي ما حضرتك قلتي، اللي عنده طفل موهوب او درجاته ومؤهلاته عاليه جدا بالظبط زي الطفل اللي درجاته او مستواه طبعا الدراسي مش عالي، طبعا، الاثنين ولادنا، فلازم نخلي بالنا منهم كويس قوي، ولازم ومنركزش قوي في نشوف المجموع ايه ميولهم. المهم ابني وهو بيدرس يبقى فاهم هي هيستفيد دي ايه من خدامنا اللي بقى يا بيدرسه، استاذ سحر فؤاد. هيستفيد ايه من اللي بيدرسه. ما بحفظوش علشان يبقى بغبغان، بحفظه عشان يفهم. فخلي تركيزنا هو الفهم مش الحفظ. فلو وصلنا للمرحلة دي، تركيزنا هو الفهم مش الحفظ، بجد بالظبط هنستمتع جدا بالتعليم وهنتعلم، ودي النقطة اللي احنا بالظبط. بنتكلم عليها النهاردة. احنا بنروح المدرسة عشان نتعلم. كل الشكر أستاذة سحر السلموني، مدرب فن الحياة وتطوير الذات، تطوير، وبالتوفيق دايما أستاذة سحر، بتمنى نشوف حضرتك بجد مرة تانية. ميرسي ليكي كل الشكر شكرا جدا مشاهدينا، ميرسي. لحضرتك.